خسر الأهلي في بريتوريا بنتيجة ثقيلة 5 أهداف مقابل 2، نتيجة وأداء لم يكن يتوقعه أحد. ليه؟ لأن الأهلي كان من المفترض أن يعود من جنوب إفريقيا بنتيجة إيجابية تساعده على يعني حجز إحدى البطاقات التأهل خلال الفترة اللي جاية بعد الفوز على القطن الكاميروني وبعد الفوز على الهلال السوداني. ولكن المفاجأة ليست في الخسارة أو الخروج، ولكن المفاجأة هو أنك حتى هذه اللحظة لا تضمن بنسبة كبيرة جدا التأهل وتكرار خماسية في أقل من 3 سنوات أمام نفس الفريق في جنوب إفريقيا. حلقة النهاردة في كتفك يا أهلي بالتأكيد هتناقش موضوعات مختلفة شوية، مش هنتكلم في الفنيات ولكن هنتكلم في أمور الأهلي محتاج إيه الفترة اللي جاية، وكمان هنلقي الضوء على فرص التأهل، وإن يعني ممكن هتكون فرص ضعيفة جدا خلال الفترة الجاية، مش هتكون بإيدك، بإيد أكيد المنافسين. من خلال صفحة يلا كورة وصفحة جي ال سي سبورتس، تابعونا من خلال في برنامج في كتفك يا أهلي مع شركة الدهانات الأولى في مصر شركة جي ال سي. وبالتأكيد في البداية برحب بزميلي وصديقي كريم سعيد. مساء الفل يا كريم. مساء الخير محمد، ومساء الخير لكل متابعي في كتفك يا أهلي مع جي ال سي. وأكيد طبعا يوم حزين على المنظومة الأهلاوية، ويوم حزين على جماهير النادي الأهلي، يوم بيفكرهم برضو بالهزيمة بخماسية من نفس الفريق سان داونز في سنة 2019. شيء مؤسف ان انت تمر بكبوة وتمر بكارثة في تاريخك، وبعد اقل من 4 سنين بتتكرر بنفس المعطيات بنفس الاسباب بنفس المشاكل بنفس السيناريو بنفس كل حاجة. امر بيشير ان انت ما تعلمتش الدرس كويس. صحيح ما بين 2019 و2023 الاهلي لعب سان داونز اعتقد حوالي اربع مرات. بس برضو انت عارف اللي هو ايه، ما قدمتش ما يشفع ليك ان انت تعلمت من الدرس، وجت 2023 عشان ترجعك لنفس النقطه في 2019. وانا يا محمد بشوف ان الهزيمه ربما تكون يعني اسبابها الاداريه والتحضيريه اكتر بكتير من اسبابها الفنيه. طيب المفاجاه بالنسبه لي ان الاهلي على مدار تاريخه بتحصل كبوات، ممكن تحصل كارثه فنيه وتخسر مباراه وتبدا تعيد حساباتك، ولكن ده بيحصل مثلا ايه كل 7-8 سنين مره. صحيح. يعني لكن خلال ال4 سنين اللي فاتوا انت برضو ما كسبتش كل حاجه عشان تقول انت عملت كبوه فتبدا تصحح. لا، انت صحيح. برضو في ظل ال4 سنين كانت في خساره دوري وخساره كاس وخساره افريقيا، ما كسبتش غير بطولتين من ال4 سنين. صحيح، انت كسبت بطوله افريقيا وحققت 2 برونزيه بالظبط، وفي التوقيت ده خسرت دوري كمان. صحيح. فانت شايف ان الاهلي محتاج تصحيح باي شكل وباي مدى، وهل التصحيح انك ترجع لنقطه الصفر من 2019، ولا انت محتاج تعمل اللي اتعمل في 2004؟ طبعا احنا مقسمين الحلقه دي النهارده يا جماعه لشقين. شق هنناقش فيه اسباب الهزيمه واسباب اللي احنا ايه اللي وصل النادي الاهلي للوضع ده، والجزء الثاني هنتكلم معاكم في واقعيا هو الاهلي فعلا ما خرجش. ما نقدرش نقول ان الاهلي ودع دوري ابطال افريقيا رسميا. على الورق لسه في احتمال وحيد، وده هنشرحه لكم انا ومحمد في الجزء الثاني من الحلقه. الاهلي على تاريخه لما نيجي نشوف بنلاقي ان الكوارث والكبوات اللي الفريق الكره بيمر بيها لما بيحصل لها تصحيح بتقعد فتره الدنيا هاديه. ليه؟ لان كل بيفوق. الغريب ان احنا الفتره دي طبعا للاسف يعني احنا طبعا مثلا بصراحه يعني ما اعتقدش، انا اسف والله انا بقول كده، بس ما اعتقدش في حد في مصر كلها اتنبح صوته في موضوع ماتش الساعه 3 العصر دي قدي. كل امانه والله على جميع المنصات يعني سواء على يلا كوره عبر قناه الاهلي عبر السوشيال ميديا، الناس مستهينه شويه بالامور اللي خارج الملعب. يا جماعه بصوا النهارده سان داونز ومسؤولي سان داونز عملوا ايه؟ ده عملوا حفله. جزء من عملوا حفله. عملوا حفله قبل الماتش، جابوا مغنيين وعملوا بارتي حلو للناس. عملوا شو لطيف، وشفتوا الناس داخله الاستاد والحكم بيصفر امواج داخله. ده جزء عايز اقول ده جزء من البلان بتاعت المدير الفني. ده جزء ضغط العصبي والزعيق. تخيل بالك الزعيق اللي وصل لك في التلفزيون ده حاجه، واللي وصل للعيبه في الملعب حاجه، داخل الملعب حاجه تانية خالص. هم دارسين الاهلي كويس جدا 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 معنويا ونفسيا. لعيبه الاهلي فعلا الريكورد، واحنا هنا في كتفك يا اهلي قلنا لكم الريكورد بتاعنا النتائج السلبيه للاهلي يا محمد في الوقت في المباريات دي اكتر من النتائج الايجابيه، حتى لو حققنا مره او اتنين او ثلاثه، لكن تبقى النتائج السلبيه هي انت عمرك ما كسبت في التوقيت ده هناك.
ضيف على كده ان هم عارفين لعيبه النادي الاهلي بتتضرر من الجماهير الكتيره وصوت التشجيع القريب. على فكره انا ممكن اكسبك بالحماس يا جماعه. لعب الكوره والحرفنه حاجه والمكسب حاجة تانية. المكسب ده ليه عوامل. فرج على الشوط الاول اللي انت نازل فيه. احنا ايه عمالين نتكلم على التهيئه النفسيه والتهيئه البدنيه والساعات البيولوجيه عمالين كده على كل حاجه. احنا فعلا مش قادرين. ده احنا اول المباراه اول تلت ساعه منظرنا مخزي بكل امان. كل امان منظرنا كان وحش. طب هي الازمه فنيه يعني. خد بالك من نقطه كريم برضو. لا. انت الخمسه الاولانيه كانت مع لاسارتي والمره دي كولر. صحيح. يبقى القصه مش قصه مدرب بنسبه 100%. برافو عليك. صح برافو عليك. طبعا هي مش فن. الفنيات فيها حاجات بسيطه قوي. نسب ان حتى ايه انا اسف هو ينفع سكواد الاهلي يا محمد زي ما هو يخسر 5-0 وما يتغيرش كتير؟ ينفع؟ لا ما ينفعش اصلا. اصلا لو انت في حالتك البدنيه انت اصلا مش في حالتك البدنيه. ده لك ان تتخيل احنا شوط اول تلت ساعه في المباراه اول 25 دقيقه الفجوات اللي ما بين ثلاث خطوط شاسعه وانت اصلا لسه نازل بكامل قوتك البدنيه. هو انت ارهقت او شيء؟ ده انت لسه ما جريتش لسه بتقول بسم الله الرحمن الرحيم. هم نازلين عارفين هيعملوا لعيبه سان داونز متحفر عارفين هيعملوا ايه. احنا لاعبتنا للاسف وجهه نظري قبل ما نتكلم على الفنيات وطبعا في 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 مشاكل وفي اختلافات في الامور الفنيه بكل امانه بكل امان وهدي واحده منها مثلا. انت عارف ان انت هتلعب مباراه يوم السبت الساعه 3 العصر وليها ظروف وليها طبعا. مارسيل كولر اول تجربه افريقيه وزي ما كنا بنقول لرينيه فايلر واي مدير فني اوروبي جديد بيلعب في افريقيا. لكن كابتن حفيظ وكابتن امصان تعرضوا لمثل هذه الظروف كتير جدا كتير جدا 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 جدا. كان يجب ان انت لازم طالما لعبت المقاولين وسط الاسبوع اللي قبليه كان لازم يحصل تغييرات وكان لازم تعتمد علي معلول. مستحيل ان انت تقدر تحمله 180 دقيقه في كام يوم. لا ده مش المقاولين بس. انت اتكلم على القطن سبت. ايوه تلات سبت بالظبط يعني ثلاث مباريات والسفر 10 ساعات. انت مسافر من شمال القاره لجنوبها. لاعب زي مروان عطيه مستحيل في مباراه زي دي ما بقاش له دور. مستحيل. هو معروف بالمجهود البدني الوافي. ازاي ده اكتر واحد اداك ورك ريت من ساعه ما جه القايمه. فدي امور فنيه طبعا. لكن حتى ايفن لو انت غلطت فني ما تخسرش برضو بالنتيجه دي. في عوامل اخرى انا بشوفها ان احنا ما بناخدش بالنا ودايما بنقع فيها وهي عملية التحضير الذهني والبدني. البدني بخصوص هو البدني يا محمد. تاني بقول لك انا احنا قدام الهلال برضو لعبنا وحش. القطن لاعب الهلال احسن مننا في السودان. احنا فعلا بقت سمع علينا بقينا ما بنعرفش نلعب ماتش ده الا يعني استثناء. بس مش غريب ان حتى الشناوي في المؤتمر الصحفي ودي كانت نقطه غريبه. ايوه اتكلم في المؤتمر الصحفي وقال لك يعني ايه فرقه تلعب 3 العصر. ايوه هو طب ما سان داونز لعب الهلال الساعه 3 العصر. يا سيدي انا مش مختلف معاك. بص بس انا مش حابب ان اللعيبه حتى تخش في الجزئيه دي. ما هي خلي بالك يا محمد خلينا نتكلم بصراحه. هي هل هي سهله ان انت اللعيبه نفسها واضح انهم مش قادرين. ما خلينا نتكلم بصراحه خلينا نكون صراحه. احنا دلوقتي بصراحه بكل امانه اللي يهمه مصلحه الاهلي والله بجد كل امانه يكون واضح وصريح. يكون واضح وصريح ده حقيقي كل امانه. لو انت عايز يعني تحلي الكلام وتخلي الكلام معسول وبتاع سهل مفيش اسهل من كده. لكن مصلحه الاهلي الحقيقه بتقول ان انت تكون واضح وعندك شفافيه. اللعيبه مش قادره. مش قادره على ايه؟ اللي هي مش قادره ان هي تغير من نظام حياتها خصوصا لو بتلعب فريق جامد. لو بتلعب اسوان سهله مش ازمه الموضوع في متناول. انما فريق جامد لا بيحتاج منك جهد اكتر وتحضير اكتر كتير. وايه مين افضل؟ انا قلتها افضل فريق في القاره بيهاجم العمق. بالله عليك احنا قلنا الكلام ده هنا كم نفس مرة. الاخطاء احنا قلنا العمق والاهداف كلها من العمق. شفت سان داونز هاجم الاهلي من الاطراف؟ لا مفيش نسخه سان داونز مع مكوينه بتهاجم من العمق. الراجل ده فعلا واضح ان هو بيقول لبيتسو موسيماني انا تفوقت عليك خلاص. هو مدرسه جوارديولا. لا هو كان موسيماني كان نفسه يكون هو جوارديولا افريقيا. مكوينا النهارده بيقول له انا جوارديولا افريقيا كل امان. على فكره رولاني مكوينا ده كان المساعد لبيتسو في سان داونز وكان نفسه يجيبه الاهلي بس سان داونز تمسك بيه. هو كمان رفض. هو رفض بالظبط. هو فضل التجربه ان هو يكمل. هو حس برده فرصته ان هو يبقى رقم واحد. وهو شايف كمان هو فعلا
لو بصينا يا جماعه على الست لعيبه اللي بيهاجموا العمق كلهم حريفه مش ممكن، بدليل بكل امانه ما فيش لاعب عندنا النهارده ما ترقص وبسهوله، فيش لاعب عندنا النهارده في الفريق ما ترقص، كله ترقص كله ترقص من المهاجم لغايه المدافع. طيب عايز اطرح عليك جزئيه مهمه قوي. اتفضل. لو دخلت على موقع الفيفا وشفت السنه دي مين اكتر فريق في افريقيا عامل سوء انتقالات، لا. هتلاقي صن داونز رقم واحد. اوكي. صن داونز رقم واحد اكتر فريق في افريقيا صرف في سوء الانتقالات، جاب لعيبه من تشيلي على اوروجواي على باراجواي، وجاب لعيب مدافع مغربي ما لعبش الماتشين بس عمل توليفه جديده عن التشكيله كانت بتلعب السنه اللي فاتت. بالظبط، واحنا قلنا غير وطلع كمان وطلع لعيبه من تحت السلة، طلع ميلوله من الاكاديميه بتاعتهم 21 سنه، وشوف بيلعب ازاي لعيب عنده 21 سنه. فكرة في حتة ايه يا محمد؟ فكرة في حتة الاختيارات، العين 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 بتختار، ده الاهلي بيفتقده اخر 3 4 سنين. اعتقد واحنا عندنا مشكلة في اللاعبين الاجانب، يعني خلينا نعترف عندنا مشكلة في ده بس بكل امانة. رغم الخماسية طبعا لازم اشيد باللي عمله بريستاو بصراحة، وان مان شو النهارده، وان مان شو بريستاو رغم الهزيمة، لكن بكل امانة كان ارجل لعيبة النادي الاهلي، عمل كل حاجة لوحده، جريء شخصية بياخد الكرة ويجري مش همه عمال يتزام عليه من الجمهور وفي بلده واهله وناسه ولا اخره، وقدام المدرب اللي طلعه في صن داونز على فكره حاجه كل حاجه كان بياخدها عمل كل حاجه لوحده بصراحه. فتاني لا، الاهلي عنده مشكله في ملف اللاعبين الاجانب، النادي الاهلي عنده مشكله في العين اللي بتختار بعض اللاعبين للاستمراريه. كل امان في التقدير يا محمد، في الجامعه كان بيقول لك مقبول جيد وجيد جدا وممتاز ممتاز حلو كده تمام، في واحد انت بتشوفه سيء 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 لغايه لما مره يديك ريق حلو فتديله انت ايه مقبول، هو هنا مبقاش كويس، هو بقى مقبول ابتدى. اخره بقى ماشي. هو اخره فبالتالي لما بتحطه في اختبار قوي هو عمره ما هيديك جيد ولا جيد جدا ولا ممتاز، انسى ده مش موجود. هو لو اجتهد على نفسه قوي هيديك ايه مقبول. انا بشوف ان في بعض اللاعبين في النادي الاهلي هو ده خلاص الليفل بتاع اللي انت عايزه، الليفل العالي ده ما يقدرش يلعب عليه، مش هيجيب اكتر من كده، ما يقدرش ما يقدرش، لان هو خلي بالك توظيف اللاعبين في الكوره دي بقى فنيات، توظيف اللاعبين في الكوره زي ما الكتاب بيقول انت تملك ايه من المهارات والامكانيات عشان ابقى اوظفك. اديك مثلا بسيط، ياسر ابراهيم مدافع مجتهد جدا، مدافع مجتهد جدا ومساك مجتهد جدا. ياسر ابراهيم بيبدع لما النادي الاهلي بيلاعب منافس قوي بيلعب على التدخلات البدنيه وبيلعب على الكرات العاليه، هنا هتلاقي نسبه اجاده ياسر ابراهيم ترتفع. تمام. طيب اول ما تواجه منافس بيلعب كره على الارض ولاعيبه حريفه تتحط في مواقف واحد على واحد، درجه اجاده ياسر ابراهيم تبدا تنزل. ليه؟ لان الحته دي هو بيفتقدها، ما يقدرش يلعب على الارض كويس زي ما بيلعب في الهواء او زي ما يشدك للتدخلات البدنيه، بخلاف مثلا محمود متولي. محمد هاني، محمد هاني فعلا بيحاول او بقاله 3 سنين بيتعرض لهجوم وجماهير مش مقصوده وبيجتهد، حد يقدر يقول محمد هاني ما بيجتهدش ما بيتعبش؟ بيتعب اكيد بينه وبين، بس هو بيوصل لليفل بصر عن خلاص ده الاخر بتاعي مش هقدر اوصل لبعد كده. فبيجي محمد هاني في ماتشات صن داونز بالذات بيظهر بمظهر مش كويس مش كويس، وبنبدا نقول نفس الكلام. بقول لك بالله عليك بالله عليك يا اخي، احنا بنقول الكلام ده بقالنا كام سنه؟ بقالنا اكتر من 4 سنين بجد بكل والله بقالنا فتره طويله، بقالنا 4 سنين بنتكلم في نفس الكلام نفس الكلام. احنا الدايره دي ما نخرجش منها، يعني الدايره دي بص على انتقالات السنه دي، شوف في الصيف انت جبت مين وفي يناير جبت مين، وشوف مدى استفاده الفرقه بيهم. طيب هتلاقي النسبه لا تتخطى 2 3 من 10 احسن ميركاتو الاهلي من سنين وجبنا 4 لعيبه. كريستو فين كريستو؟ سيبنا المنتخب تونس، مش هو منتخب تونس خرج كنت وماتش تلاته ورابع ده انا اسف مركز شرفي كان يمكن يتغاضي عنه اكيد وغير مؤهل لشيء، لان الاربعه ضمنوا كاس عالم كاس عالم، فمباراه تلاته ورابع مش مؤثره في شيء. كنت ربط خطه قندوسي لغايه دلوقتي ده تقول عليه هو لعيب اساسي معاك. طب مركز القندوسي مع الاهلي حاليا بديل قفشه بلاي ميكر بلاي ميكر. على فكره تظلموا كده اصلا في الطريقه دي، لما تروح تلاعب صن داونز هناك بلاي ميكر حرام عليك، طب انت تحرق كل امان. انا سالت كمان قال لي ان هو طرف بيجيد اكتر كلاعب طرف. طيب هو اصلا كان مع فاق الصيف بتتفرج عليه، هو كان بيبدا من الطرف ياخد الكوره يخش على جوه بالظبط كده الماتش، حتى لما كسبناهم هنا باربعه بهدلنا وبهدلنا وهناك في الجزاء جاب فينا جول بنفس الطريقه دي ماشي. فالسؤال هنا ازاي تلعب بلاي ميكر
وكانوش بصراحه ما تقدرش تقول ان هو ثالث دفاع معاك، ان هو ولد جسمانيا وذهنيا مش بتاعت مش ثالث مدافع. اه بالظبط. مروان عطيه انت جايبه في يناير واشدنا بيه كتير جدا، وكلنا شايفين الورك ريت بتاع مروان عالي. مش ممكن في وقت انت بتعاني فيه من قله مستوى ديانج وحمدي فتحي، واللي اكد كلامين حمدي فتحي عصبي جدا. حمدي فتحي له واقع في المباراه غريبه، لو حكم عربي زعل الحكم. لا لو حكم عربي كان اداله كارت احمر، ده بيزعله قاعد يزعله زعله. فالحكم اتنرفز، لما حكم اتنرفز حمدي فتحي بيقول له ده ده يبين لك ان اللعيب ذهنيا يا محمد مش في افضل حالاته. ليه ما تقول لعيب خايفه؟ خلينا نكون صراحه، خلينا نكون صراحه، اللعيبه ما كانتش واقفه على رجلها خايفين وقلقانين. وهنا انا اسف اسف، دي مش شخصيه النادي الاهلي. لعيب النادي الاهلي شخصيه بعيد بقى عن الفنيات، بعيد عن المدرب قال لك ايه في اوضه اللبس بتاع. انا بمثل نفسي، انا اسمي والتيشيرت اللي انا لابسه. انت شايف ان لعيبه الاهلي لما بتخسر مباراه او الثانيه بتعتبر ده شيء عادي؟ اصل دي اخطر حاجه على فكره يا جماعه، دي اخطر حاجه. خليني اسالك سؤال يا محمد بجد والله، ده اللي بيفرق الاهلي عن اي نادي تاني. خليني كان بصراحه، هل احنا فعلا في الفتره الحاليه بتثق ان لعيبه النادي الاهلي لعبوا مباراه قويه جامده؟ تثق ان هم يطلعوا من دي ايجابيه؟ لا ما بصراحة لا، مش مضمونه. لا مش مضمونه، محدش واثق. احنا قلنا قبل كده في نفس المكان والله، قلت ساعه كاس العالم المشكله انك بتمشي على سطر وتسيب سطر كتير. تمشي على سطر وتسيب سطر، مفيش استمراريه. مفيش عدم الاستمراريه بيأكد ان انت ذهنك مش هنا. اسف دي الحقيقه، او انت شخصيتك ما تنفعش الاهلي. الاهلي دايما عايز 70% اداره وانضباط، 30% فنية. كل المديرين الفنيين لو جبتها من قديم الأزل اللي نجحوا مع النادي الأهلي 70% إدارة وانضباط، 30% فنيات. في دجوتي أي حد كده عنده والده أو جده ما زالوا على طول الحياة وربنا يديهم طول العمر، اسأله في دجوتي ده كان عامل إزاي. فايتس الألماني التسعينات، هولمان وتسوبيلو، جوزيه، فايدر، ده الوحيد اللي حطه مع الفئة دي كلها، يعرفوا ازاي يضبطوا الفريق والفنيات. ما انا اسف يعني، على فكرة يا جماعة الفنيات تدريب وتعود اكيد انت هتعمل ايه يعني. طيب احنا ممكن نتقبل اي نتيجة كارثية، بس لما تكون ماشي باستمرارية 6-7 سنين. هنقول فترة تعمل تصحيح أخطاء وتبدأ تظبط الدنيا، ولكن مفيش استمرارية أكتر من 3-4 سنين. وحتى في الأربع سنين أنت 50-50، مش جايب كل البطولات. حتى زي لو هنقارن مثلا جيم من 2005 لغاية 2009، قعدوا 3 سنين بنتكلم على 5 بطولات واخدين الخمسة من الخمسة، يوم ما فقدوا بطولة موسمين ورا بعض 2005 و2006 اه دوري وكاس وسوبر ودوري أبطال إفريقيا ومشاركة كاس عالم أندية وبرونزية كمان 5-5. فأنت بتتكلم هنا وضع مختلف أكيد. طيب عشان برضو ما نسودهاش، ممكن الاهلي يتاهل بالمناسبه، بس طبعا على المدى البعيد احنا شايفين ان في حاجات كتير غلط محتاجه تتعدل وتتظبط. بس فرص التاهل ازاي يا كريم؟ طبعا احنا كنا اتكلمنا معاكم في الحلقه اللي فاتت عن الاحتمالات كلها، بس هنعيد تاني عشان خلاص ده بقى وضع قائم، بقى وضع قائم، وضع دلوقتي. قائم حاليا دلوقتي خلاص بقى رسميا سان داونز متصدر المجموعه محمد برصيد 10 نقاط، ونادي الهلال في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، مظبوط. النادي الاهلي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، والقطن في المركز الاخير بدون نقاط. الجوله الجايه النادي الاهلي هيلعب اولا مع القطن في جروه يوم الجمعه القادمه، ويوم السبت سان داونز سيحل ضيفا على نادي الهلال السوداني في السودان. النادي الاهلي خلاص اصبح مطالب ان هو يكسب المباراتين للقطن وبعديها الهلال. مصير النادي الاهلي اصبح في ارجل لاعبي سان داونز تاني، بمعنى مصير لاعبي النادي الاهلي والنادي الاهلي في دور المجموعات اصبح في ارجل لاعبي سان داونز يوم السبت. سان داونز يوم السبت انتصر او تعادل مع الهلال في ارضه، والاهلي كسب القطن في جروه يوم الجمعه، هيبقى النادي الاهلي مطالب بحاجه من اتنين. لو سان داونز كسب يبقى الاهلي محتاج انه يفوز باي نتيجة على الهلال في الجوله الاخيره، هيصعد باي نتيجه اذا سان داونز كسب الهلال في السودان. ولو تعادلوا؟ لو تعادلوا هيبقى النادي الاهلي مطالب بالانتصار على الهلال السوداني في الجوله الاخيره 2-0. ف
فارق هدفين. فارق هدفين عشان يعدي هزيمة الهدف نظيف اللي حصلت له في الجولة التانية. طيب هتسألني يا محمد على توقع الشخصي سان داونز عايز ايه؟ سان داونز بعد خلاص ما ضمن التأهل رسميا لدور الثمانية اصبح هدفه التاني في وجهة نظري هو الإطاحة بالنادي الاهلي من دور المجموعات. ليه؟ عشان النادي الاهلي لو صعد للنوك اوت هتلاقي فريق مختلف عن الفريق اللي انت بتتفرج عليه دلوقتي. الدوافع هتختلف، الاخطاء هتقل زي ما الاهلي كان بيحصل فيه خلال السنتين اللي فاتوا. واحساسي حتى مش شحن الجماهير والشحن اللي عند مسؤولي سان داونز في ماتش وهو حقه عشان نكون صراحه حق مشروع، ما دام حق مشروع حقك تعمل اللي انت عايزه. هم مش عايزين الاهلي يكمل لان الاهلي بيتحول في ادوار الثانيه. نقطه بس ممكن اختلف معاك فيها. فضل. انا اتفق مع كريم ان سان داونز اكيد من مصلحته الاهلي ما يكملش، بس سان داونز لو طلع تاني نفترض ممكن طيب. لو تعادل احسبها معاك. يعني مثلا لو مش هقول الهلال كسب، ما لو الهلال كسب خلصت. لا لسه يبقى الهلال عنده كام نقطه؟ لا لو الهلال كسب هي خلصت بالنسبه للاهلي، خلصت بالنسبه للاهلي خلصت. سان داونز الصداره ما راحتش بالظبط كده، لسه الهلال يبقى عنده كام نقطه؟ هيبقى عنده 12 والسان داونز هيبقى عنده 10. سان داونز عنده القطن اخر ماتش يبقى هيوصل النقطه 13. لو الهلال اتعادل مع الاهلي هنشوف هو كسب سان داونز كام بالظبط كده. لو اتغلب بس هي فكره ايه حسبه ان السان داونز يبقى تاني دي هتخليه يصطدم بالترجي او بالوداد او بالرجاء. مع كامل احترامي فانا متوقع ممكن يلعب على التعادل. مع كامل احترامي انا ما اشوفش يعني الترجي لغايه دلوقتي ما اسبق، يعني مش الفرقه الثقيله في كل امانه. يعني مجموعه نادي الزمالك شايفين المستوى متقارب رغم كل المشاكل نادي الزمالك فيها وفي الصفقات، وكان قدر انه يكسب الترجي 3 مظبوط. وما فيش انا اسف يعني هو الترجي خسر حظ ولا تحكيم ولا بتاع، لا خسر كوره ماشي. طيب فالرجاء شايفين مستوى يعني في المجموعه ده ممتاز جدا، 10 اهداف كلين شيت 4 انتصارات، بس كل امانه مفيش مجموعه ضعيفه، مفيش منافسه سيمبا حريه بدليل ان الرجاء على مستوى الدوري المحلي متاخر جدا جدا جدا. نادي الوداد رغم البدايه السيئه وطبعا الخروج من المونديال وبتاع، بس بدا يعود في مجموعه ومتصدر الحال، فربما يكون الوداد هو المنافس الابرز للوداد. وخلي بالك كده هيلعب. طب توقعاتك للمباراه المصريه دي سان داونز الهلال؟ سان داونز الهلال، الهلال هيكسب سان داونز. افتكروا الهلال هيكسب سان داونز 2-1، وانا اتوقع الهلال هيتعادل مع سان داونز ويبقى المباراه الاخيره الاهلي والهلال هنا في القاهره، وغالبا هتبقى ممكن في رمضان ان شاء الله باذن الله، هتبقى في رمضان باذن الله. ساعتها الاهلي بقى الكره في ملعبه، يعني انت الهلال جاي لك 10 نقط وانت ان شاء الله كسبان، انت لازم تكسب القطن اصلا كده كده، يعني ان شاء الله هتبقى 7 نقط. الهلال جاي لك لازم انت تكسبه على الاقل 2-0، ده لو دخلنا في موضوع المواجهات المباشره، وهنشوف اللي هيحصل الفتره الجايه. لكن التاهل ده هيبقى مسكنات، لكن الفريق محتاج تصحيح بجد، وتصحيح بكل امانه بكل امانه محتاج تصحيح في اداره الكره اكتر ما نتكلم على فنيات الكره. فنيات الكره. كريم انا بشكرك. ميرسي يا محمد، شكرا جزيلا، وباذن الله نلتقي في حلقات اخرى تكون النتائج افضل شويه عشان نبدا نتكلم على فرص الاهلي، ان الاستمراريه في بطوله افريقيا مهمه جدا في ظل ان الصوره ضبابيه في الكره المصريه في جميع النواحي. شكرا لحضراتكم والى اللقاء.